هذا الموضوع فعلا كي أثر عليا بزاف، لأن فعلا عشته كنا صغار، ولا حاجة تاع الطفولة كتبقى مرسخة في الدين. كنت في مدرسة ودخلوا الدراري جابوهم هذا، قالوا لنا كنسميهم في ديك الوقيته المهاجرين. مين شتهم ديك الدراري مدخلينهم باتنا هكذا؟ فعلا داك واش نقول لك، ليس كباقي الاطفال، لانه كانوا دخلوا وسط العام هذا، دخلوا باش دخلوا يقراو، جابوا مهاجرين كانوا مطرودين من الجزائر وجابوهم يقراو. ياك عارف كيكون الحاله تاعهم كيتبين. حنا كنا صغار كنا نشوف فيهم دارهم في قسم بوحدهم، هذا كتعد المسائل ملبسين لهم الحق طالين فيهم، ولكن فعلا كانوا في واحد العالم اخر على حسب الشوفه اللي كتشوفوها. ماشي كما الاطفال، ما كيلعبوش بحال الاطفال، لا. وهذه بقات في الذاكره ديالي. الان من في 2019 استاذه كان نشوف البحث اللي نخدم فيه في الدكتوراه، قالت لي واش تقدري تخدمي في مغرب الجزائر، لان عندهم كانت كتب راه خرجت، ان الدراري هذو كبروا، منهم اللي كبروا وبداو يكتبوا لي زوتوبوغرافي السيره الذاتيه، وهكذا 4 ولا 5 واخا العدد قليل ولكن كتبوا. ابتداء من 2010 بدات الكتابات على مسالم مقران اللي كتب، وي السي الشرفاوي، لان انا وبقات لي زاسوسياسيون كتسند جمعيات اللي باش على الحفاظ على الذاكره، سو ترافاي دو ميموار. الى هاد الكتب عليها تيكتبوا الاساتذه الجامعيين، شي حاجه اللي خصك تنطبق عليها. انا عقله الوالد ديالي كان كاريزماتيك، انا عقله ودخل كنت صغيره، وهذاك فضيحه شنو كاين فريمون. الناس كان نسميهم مهاجرين، وكان الناس تعرف يداروا الخير زعما داك الشيء بزاف، داك لا يتصور اللي وقع في وجده، لا يتصور. الناس ما تقبلوش، حتى جزائريين في حد ذاتهم ما تقبلوش داك الشيء، راه تألم وكلشي تألم كبير وصغير، ما يقدرش ينساه. لا لا لا، عاد هادو اللي طلعوا كتبوا كتابه، في الكتابه فهي في حد ذاتها اون ثيرابي، حتى هي اللي كتعاونك تولي ايدونتيتي ديالك، تولي لا ماشي سهل، ماشي سهل تحقر، ماشي سهل انك تنقلع وتنسالخ من واحد الحاجه بدون سبب، يعني بدون سبب، بدون يعني معقول، لسه معقول. هذا جميله انسانيه، تبقى انسانيه، تدخل في ليستواغ، سيت ان ايفونمون هيستوريك، تعرف بها كامل العالم، ماشي لا المغرب ولا الجزائر، في حق الانسان. انت في هذا قانونيا، انا قانونيا عايشين بالقانون تاعهم. كانت هجرات من الريف الى الجزائر، وكانت الجزائر انذاك فرنسيه، ودخلوا بالعمل تاعهم، والقانون الدولي ما تيقبلش تعنف الناس، خدموا على رصانهم ووصلوا وعاشوا داروا اسر. واش غادي نقول لك الان؟ حتى الان هي ما بغاش تعترف بهذا الجريمه، سمع صعب جدا. انا خصها الاعتراف، اولا الاعتراف وسيغ ريكونيسونس، بعدا تعرف شنو بدنا. انا درت خطا بحال اللي وقع مؤخرا في المانيا، اللي توتسي دوك اللي طردوهم، داروا ماساكر جينوسيد صارت في افريقيا. الان وزير شي في المانيا دار اعتراف وطلب السماح وكل شيء، سي اون ريكونيسونس. تتبقى ان ديستان، تتبقى تراجيديا، ولكن ميت بنادم طلب داك السماح وهذا. وكاين حوايج اخرين، كان عاد المطالب تاع لي فيكتيم هما اللي خصهم يتكلموا عليها، لانهم عندهم مصالح ديالهم.